صباح الحب على كل الحاجات الحلوه اللي حوالينا، صباح الحب على كل الاماكن اللي مرينا وكان لينا ضحكه فيها، على كوبايه القهوه، على الارواح الصافيه، على القلوب اللي تحمل جواها بياض الفل، صباحكم فل، صباحكم سعاده، صباحكم حياه وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي 60 دقيقه حياه وهنرحب كالمعتاد في الاستوديو بزميلي شادي غالي صباح السعادة يا شادي صباح الخير يا داليا صباح الخير على جميع الناس اللي بتشوفنا صباح الحب عليكم أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الجميل 60 دقيقة حياة زي ما وعدتكم المرة اللي فاتت عندنا فقرات جديدة وعندنا ضيوف جداد وعندنا حاجات جميلة برحب بزميلتي داليا مرة تانية وبرحب بالضيفة العزيزة وبرحب ومش هننسى نرحب بالشيب غادة, بشيب غادة طبعًا. صباح صباحك سعادة يا غادة صباح السعادة عليكم غادة محضرة النهاردة إيه؟ كفته بطاطس بالفراخ. طيب احنا هنسيبك تعمل لنا كفته البطاطس بالفراخ وفي روايح طالعه اصلا من دلوقتي <applause> وهنرحب بضيفتنا الجميله <applause> اهلا بحضرتك دكتور مي رشاد. <applause> دكتور مي احنا النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا. الحقيقه احنا هنتكلم عن اثر السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال. الموضوع شيق جدا وصعب جدا. والحقيقه ليه اثار كتير جدا. فشادي انت شايف ايه؟ انا شايف ان موضوع السوشيال ميديا ده انتشر جدا. الاول كان بينتشر في فئات عمريه كبيره. دلوقتي انا شايف ان الموضوع منتشر في فئات عمريه اصغر بكتير، يعني انا عرفت الواتساب والفيسبوك وانا في الجامعه. دلوقتي الاطفال الاطفال في ابتدائي وكيجي جي معاهم فيسبوك وواتساب وتويتر و60 70 كده اكونت. فعاوز اعرف من حضرتك يا دكتور امتى بيبقى السوشيال ميديا بيوصل لحد الادمان يعني ازاي الطفل اقول عليه ده خلاص ده ادمن ادمن السوشيال ميديا هو السوشيال ميديا دي حاجه يعني احنا ما نقدرش ننكرها دلوقتي لانها واقع مفروض علينا كلنا كبار وصغيرين والاطفال بطبيعتهم مقلدين يعني انا لما ابقى انا في ايدي الموبايل طول النهار ببعت فيديوهات بتفرج على حاجات بكلم اصحابي بشوف حاجات على الانترنت طبيعي ان ابني الصغير او بنتي الصغيره هتعمل زيي ما هو اشمعنى انت يا مامي ما هو انت قاعده ماسكه الموبايل طب انت بتقولي لي لا وانا مثلا ماسكه الموبايل طول الوقت فدي نمره واحد انه انا المفروض اني انا اقنن استعمالي انا الشخصي للميديا عشان الاطفال ما يقلدونيش دي حاجه بيوصل حد الادمان انه هو الولد بيقعد بيستخدم بيستخدم الحاجه دي مره واثنين وثلاثه وما فيش من البيرنتس او من الاباء والامهات انه لا يعني اه ما فيش تنظيم انه انا اقعد مثلا ساعه وقوم اعمل حاجه تانية ارسم اجري العب مع صحابك او جيرانك ف انا كده سايباه براحته وخصوصا لو الست بتشتغل او حاجه فطبعا هي طول الوقت اصلا مشغوله فبالتالي هو خلاص بيشوف العالم بتاعه ده العالم هو بيخلق عالم افتراضي بيعيش آه. فيه طبعا انا مش هقدر أن اقول انه هو كله سلبيات لا بالعكس في حاجات كويسه جدا بس انا لازم انظم سواء كان كويس او وحش انا لازم انظم الطفل بيقعد مثلا بيلعب على الفيديو جيمز او بي بي بيفتح اكونت فيسبوك او واتساب او كده يتكلم مع صحابه في المدرسه بيعيش بقى بيعيش معاهم الفكرة بيتكلم. يا دكتور احنا ازاي اوصل لمرحله اقول ان انا ابني مدمن تواصل اجتماعي انا الولد ده فعلا وصل لمرحله الادمان هو قاعد طول الوقت ما هو ما هو مثلا انتي سايباه يصحى الصبح يفطر او حاجه ويقعد على الكمبيوتر آه. وانت سايباه بقى خلاص ما هو أنا ما, بناغي آه ما هو انا مريح دماغي بقى لو أنت وراكي حاجه في البيت هتسيبيه لو انتي بتشتغلي برضه هتسيبيه ما هو لازم يبقى في يعني عامل تاني خارجي ينظم الحكايه دي مع الولد او البنت اه يعني بكده احنا نقدر نقول ان احنا في وسائل نقدر نحافظ بيها آه على الاطفال تدخلي من تدخلي خ... آه, اه لازم طيب ايه بقى أتدخل غير تدخل الام يعني ايه تاني احنا ممكن نقدر نحافظ بيه على اطفالنا من خطر السوشيال ميديا كمادة ادمانيه توجيه هو بقى توجيه الطفل للحاجه اللي انت عايزاه يتفرج عليها آه يعني مثلا شوفي ميوله ايه لو هو مثلا اصلا ميوله انه بيحب الرسم او بيحب انه هو يعمل كرييشنز يعمل حاجات يخلق حاجات من نسج خياله يرسم على تنزلي له برامج تعمل يعمل بيها رسومات على الانترنت يدخل مسابقات يعني اونلاين يعني يشتغل مع صحابه او يشتغل حتى لو لوحده بس انه هو يعمل الحاجه اللي هو انت شايفاها انه هي صح طيب انت مش قادره مثلا تعملي كده أوه. فهو مثلا بيحب الجيمز ماشي خليه يلعب الحاجه اللي هو عايزها بس بلاش برضو اللعب اللي هي بتؤدي الى العنف انا شفت قدام عينيا الاولاد في المدارس بيقعدوا يتخانقوا مع بعض هو الاولاد عموما بيحبوا يعملوا يضربوا بعض وكده ده الهزار بتاعهم يعمل نفس الحركات اللي بيعملها اللعب اللعب اللي هو بيشوفها على البلاي ستيشن ويلف على الارض كده وي... يعني شوف الموضوع ده ماثر على مخه قوي وماثر على أدائه في الحياه وماثر على تهريبه بالظبط ما هي دي الفكره لكن في جزء كبير من الايجابيات انا مثلا ممكن احسن اللغه بتاعه الطفل بالموضوع ده ان هو يسمع فيديوهات يسمع حاجه هو مثلا بيحبها يعني في لعبه مثلا اسمها روبلوكس بيلعبوها الاطفال بيعملوا يعني بيحركوا عرايس بيعملوا لهم بيوت بيعملوا لهم مثلا بيبقى في عندهم باتس او حيوانات يلعبوا معاهم بيعملوا حاجه كدا زي كده زي استراتيجي او يعني لطيفه انا بقى في فيديوهات على اليوتيوب كتيره جدا ومتعدده عن اللعبه دي م. بالتالي انا مثلا بسمع على طول انجلش طول الوقت طول الوقت فانا بنتي مثلا ماده الانجليش بالنسبه لي في المدرسه ما بقاش ليها يعني مشكله خالص في التعامل معاها خلاص بقت تعرف تتكلم تعمل الفيربس سواء جرامر او سواء حتى الـ الكلام speaking. العادي يعني اه السبيكنج بتاع كل يوم عادي تقدر تعمله فده طبعا برضو انا شايفاه ان هو من الميزات بتاعه السوشيال ميديا هي مش كلها اضرار بس انا لازم اشوف هو رايح فين يعني انا ما اسيبوش كده مع نفسه ويعمل اللي هو عايزه يبقى انا دلوقتي علشان احافظ على ابني من خاطر ادمان وسائل التواصل الاجتماعي لازم اوجهه طب. يبقى هنوجه ابني او بنتي وهنوجهه تبعا لرغباته وميوله آه. آه لازم. يعني انا مش هاجي اقول له لا لازم. آه انت لازم تلعب كوره والولد مش آه. عايز كوره لا, لا. صح. او صح. انت لازم آه تبقى آه تلعب ملاكمه او سباحه وهو مش شايف نفسه ده بالظبط يبقى اهم حاجه نصيحه كده من دكتوره مهي رشاد ان كل ام تشوف ميول ابنها او بنتها ايه وتشتغل معاه عليها وتخلق لابنها حياة اجتماعية حقيقية وليس حياة اجتماعية افتراضية لأن السوشيال ميديا هي حياة اجتماعية فردية يا دكتور أنا شفت حاجة غريبة جدا شادي كنت أنا حكيت لك عليها ولد عنده 11 سنة وعامل تقريبا أكتر من أربع خمس أكاونتات أك أربع خمس حسابات على الفيسبوك كل حساب باسم وكل حساب بجنسيه مم. وكل حساب مم. بسن مم. والسن كله عامله اوفر ال21 سنه طبعا ما هو عشان, وهو يقبل. طفلة عشان هو طفل اصلا هو طفل ده غير ان هو يعني كان في حادثه انتحار اصلا لطفل سعودي اقدم على الانتحار في الباحه آه. في السعوديه آه. بسبب انه هو عمل فيديوهات كتير وكان بيعمل فيديوهات عن الجن والشعوذه والحاجات وحاجات مخيفه يعني وهو كان زعلان جدا لانه هو عامل الفيديوهات دي ومش جايبه فيوز هو يعني او المشاهده المتوقعه بتاعته يعني هو مثلا كان متوقع انه مثلا يتفرج عليه مثلا مليون حد مجبتش لا ما كده اقدم على الانتحار بسبب أنه هو ما عملش التارجت بتاعه يا دكتور يعني انا هقول لك على حاجه حاجه مخيفه دي والله حصلت عندي في البيت ابني من كان لسه صغير فلقيته واخد الموبايل وداخل الحمام بقول له انت بتعمل بيه ايه قال, أسي قال لي اصي صاحبي قال لي في مش عارفه ايه فلو انت دخلت الحمام هيشوف ال الجن مم. قلت له هات كده بسم الله الرحمن الرحيم لا لا اه اه يعني بصراحه <applause> يعني معرفش ما اعرفش ازاي بيفكروا كده هو الفكره الفكره برضه في حضرتك هي الفكره هنا مراقبه الام طبعًا انا طبعا شفت ابني انت بتعمل ايه لا وقعدت اقنع فيه ان مفيش حاجه اسمها كده ومفيش حاجه اسمها ان انا هيتقبل. لما اخد هيتقبل منك هي. هيسمع هو المشكله دلوقتي حضرتك يا دكتور في برضه جزئيه انا حابب برضه اكلم حضرتك فيها ان السوشيال ميديا دلوقتي ما يعني ما توقفتش عن الفيسبوك والواتساب لا ده كل المواقع دلوقتي بتعمل شات افتراضي يعني يظهر لك كده اكونت يقول لك كلم فلان كلم فلانه في سرطان دلوقتي اسمه التيك توك اه ده ده حاجه 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 مقززه جدا التيك توك ده بتغني وبتمثل وبتلحن وبتعمل 60 70 حاجه على التيك توك وبتنزل وفيورز وبتكتشف ان الحاجات دي انت ممكن تعملها في البيت ممكن تعملها من اوضه النوم ممكن تعملها من اي حاجه فالاطفال والكبار وكله بيعمل تيك توك دلوقتي التيك توك ده يا شادي انا ما شفت كده حد كان عندي ورهوني التيك توك بيجيب مثلا كليب او اغنيه او مشهد من فيلم يركبوا على صوته هو آه. وصاحبه ويعمل بقى هو إيه ده التيك توك هو ده التيك آه. توك معلش انا جاهله توك <applause> <خلاص زيان. تصفيق> يعني التيك توك ان انا احرك شفايفي على اه اه هو الديالوج شغال آه. مثلا مشهد او الاغنيه شغاله وانت يا دوب بس بتحرك شفايفك وبتتنطط حاجة همجيه لا بجد وفي حاجات كمان انا بلاحظها مع الكبار بقى يعني اللي آه. هم آه. آه. التين ايجر اللي هم فوق ال فوق ال 21 فوق ال 15, 15 لا لا فوق ال 15, يجو وفوق يجو وفوق لسه 15 16 لسه يعني اه لسه كده مراهقه يحبوا الحاجات الهايفه جدا يعني من فتره ظهرت ظاهره غريبه قوي انا شفتها عند ولادي في ولد عامل ولد معاها في الكليه يعني بنتي معاها في الكليه عامل فيديوهات شخصيات كرتونيه بتتكلم مع بعض الصوت مركب الصوت على انه صوت الجوجل ترانسليت لما انت بتدخل حاجه مش هو بيتكلم العربي بشكل مكسر آه شويه مستخدم الصوت او التقنيه بتاعة صوت الجوجل جوجل ترانسليت دي وحاططها في ديالوج كأنه عامل فيلم كرتون وبيستخدم بقى ايه بيشتم وبيتكلم بقى كلام كده وتهريج مش عايزه اقول لك الموضوع ده اسمه خوستيقه او حاجه زي كده مش عارفه الموضوع ده أخد انتشار عالمي ما مفيش حد فيك يا مصر مش عارف خوستيقا ده وانه بيتكلم مش عارفة <applause> والله حاجه غريبه ويحبوه جدا ويقعدوا بقى ايه يرددوا الكلمات اللي هي بتتقال يعني اللي بتتقال في الديالوج اللي هم عاملينه ده دلوقتي طلع واحد تاني سعودي عامل برضه فيديوهات شبه بس مش شبه التيك توك يعني ما فيهاش كلام ولا حاجه مغير الصوت مغير نبره الصوت مغير الصوت مغير الفيس نفسه والفيس مخليه مكبر البق ايوه وال... ايوه شفته ده شفتها مش ممكن مش هات بيبسي وهات كولا ايوه لا كولا <applause> حرام امي تقول شايفة اندومي سرطان مش عايزه اقول لك برضه احنا كده هناخد فلوس من شركه بيبسي وشركه كوكاكولا عملنا لكم اعلان ببلاش <applause> لا ما احنا هو يعني جاي بيزم فيهم يعني آه هو بيقول له هات بيبسي يقول له لا لا بيبسي حرام بيبسي آه <applause> لا كولا لا كولا حرام لا ان هو <applause> كده يعني ان هو قفلها على آه <applause> بس هو مش عايزه اقول لك قد ايه منتشر والناس كلها عارفاه والولاد كلهم بقوا يعني هو بقى ينزل بقى فيديوهات واحد اثنين ثلاثه كتير من الموضوع ده كمية الهياسة يعني هو في ايه في الموضوع ده عشان احنا نتابعه بالشكل ده؟ طب هو يا دكتور زي ما حضرتك تفضلتي كده في اول الحلقة وقلت لنا ان الطفل هو بيقلد مامته فبالتالي او اي حد كبير معانا مكالمة تليفون عادل من القاهرة صباح السعادة يا عادل يا صباح الفل عليك يا أستاذة صباحك سعادة ومشرفنا باتصالك يا عادل ربنا يبارك في حضرتك يا رب ربنا يخليك. أه يا ترى عندك سؤال بخصوص الحلقة؟ هو انا بس انا نفسي اتكلم على الموضوع بتاع التيك توك اه اتفضل <applause> الموضوع فعلا بقى مستفز بشكل غريب. يعني دلوقتي بقى اللي عايز بيعمل حاجات غريبة وبيقدم موهبة لهاش أي علاقة بالفن لا تمثل الفن نفسه. وفعلا الموضوع ابتدى ينتشر جدا وبقينا نشوف مناظر ما ينفعش إن احنا نشوفها. هي ما فيهاش موهبه اصلا يا استاذ عادل هو بيقلد كليب او بيقلد في مشهد من فيلم هي فين الموهبه يلعب. اللي عنده <تصفيق> <تصفيق> هو الديالوج اوريدي موجود فهو فعلا زي ما حضرتك بتقول هو بيقلد حاجه كده مستفزه إيه؟ بيستخدم الفيس لانجويج يعني هو بس بيحرك وشه بحركات عادل انا ممكن اسالك سؤال اتفضل انت الفئه العمريه اللي بتمثلها كام سنه عندك كم سنه انا 23 كام؟ 20 23 يعني انت من الفئه المستهدفه يعني اهو في شاب زي الفل عنده 23 سنه زيكم اهو وضد التيك توك احنا مش بنقول ان احنا مع او ضد لكن اه انت قبل ما تعمل حاجه فكر انت هتستفاد ايه من التيك توك يعني انا لما اقعد كده اعمل كده ايه اللي عملت ايه طيب عادل طب عندك وجهه نظر احنا اللي قطع فهنرجع تاني للدكتوره ماي وزي ما قلنا يا دكتور ان الام ابنها بيقلدها. انا بصحى من النوم الصبح وحقيقي كلنا بنعمل كده, نعم كده انا واحده من الناس اول حاجه بعملها بمسك الموبايل ابص الرسايل أه تشوف مين كلمك أه تفتح الواتساب أه أه تفتح الفيسبوك أه 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 اصل هو برضه احنا نعالج نفسي, نفسي احنا بقى بجد يعني عالج او بنتي لازم اعالج نفسي الاول. مم مم. أنا واحدة من الناس بستخدم آه. الفيسبوك بستخدم الفيسبوك قليل قوي بستخدم الواتساب أكتر بس عشان شغل. ايه أشوف اه أشوف مين بعت لي طب ما هو في ناس ممكن تبقى بتسلم علي في ناس بتبعت تهاني مثلا بتقول لي مثلا كل سنة وأنت طيبة بتبلغني بتجارب uh, شغل uh, مثلا ميتينج أي حاجة عادي ما هو ده حاجة طبيعية أصلا واقع أنا ما أقدرش أرفضه أصل السوشيال ميديا أو التكنولوجيا عموما ده مارد موجود دلوقتي أنا مش هينفع أقف لانه هو كل حاجه في حياتنا انا باخد معلوماتي منه ده الاعلانات بتبقى على التلفزيون اسال جوجل ما هو انا طبعا ما هو اي حاجه انا مش هعرفها أفتح لجوجل واقرا فيها ودي حاجه كويسه مش وحشه انا لما افتح فيديوهات ليها علاقه بحاجه انا بحبها مثلا او احب اسمعها بفتح برده اليوتيوب وبسمعها بستفيد من اللغه ومن طريقه الكلام والاكسنت بقلدها بعمل زيها انا كان انا ده كإنسانة الجانب المفيد يا دكتور اه, آه لكن انا بتكلم بس. احنا دلوقتي انا كماما وامهات كتير آه سواء آه عاملات او ربات بي بيوت احنا فعلا بنستخدم وسائل آه التواصل الاجتماعي كتير آه كتير زياده عن الحد في آه ناس بتفضل اه حضرتك ممكن توي رساله في عجاله لكل ام اللي انا واحده منهم <applause> ازاي نحد من آه ادماننا للسوشيال ميديا نعمل تنظيم <applause> يعني انه احنا نمسك الموبايل او نمسك التاب او نلعب حتى على الكمبيوتر بس لينا اوقات معينه نحدد لنفسنا وقت سواء احنا الكبار عشان الصغيرين يقلدونا نحدد ونقول مثلا هنقعد دلوقتي ايه مثلا هنشوف بس الحاجات اللي مبعوته لنا هنشوفها نبص عليها نعرف الاخبار ونقفل ونشوف ورانا ايه بقى في حياتنا الاولاد لازم ان احنا نتدخل في الحته دي نبدا ناخدهم مثلا نوديهم تمارين ما 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 حبش موضوع التمارين او كده نعمله مثلا رياضه واحده رياضه واحده هو يستمر عليها مش هتبقى حاجه كتير يعني ما فيهاش حاجه لما اشغل وقته وقته الكتير قوي ده هي المشكله مش في ايام المدارس المشكله ده المشكله في, في الاجازات اه بيصحى الصبح لغايه بالليل هو ما حاجه يعملها وانتي مشغوله طب هو هيقعد يعمل ايه ممكن تشترك له في نادي تشترك له في أوكي بس اكاديميه هتضطر ان انت لازم تبقى معاه لو هو طفل مثلا 7 ثمان آه. سنين 9 سنين لازم انت تتفرغ له م. لا توديه تجيبه تروح معاه تتكلم معاه في اللي بيهمه ده وخصوصا يا دكتور ان في بعض رياضات حقيقه يعني انا بنتي سباحة. آه سباحه فكان جميلة. بيبقى عندنا تمارين الساعه 4 فجرا طبعا آه. فبننزل من البيت الساعه 3 الصبح عشان نروح التمرين م. م. ونرجع على الساعه 6 الصبح م. خلاص انا هلبس وانزل شغلي صحيح فهي الفكره مش كل الامهات عندها و... وتصحى, آه بقى. وتصحى مش كل الامهات عندها وبقى... عندها تمرين تاني بالليل بالزبط. فمش كل الامهات عندها الوقت او عندها المقدره لا على ده لا انا ده اللي بقوله عايزين نصيحه كمان مش كل الامهات او مش كل البيوت عندها القدره على الاشتراك في رياضات ان كل رياضه دلوقتي مكلفه طيب اللي ما عندوش قدره ماليه يا ترى يعمل ايه هو بس جاب حته الموبايل لابنه وسايبه في ايده فننصحه بايه يحاول بقى هو مع ابنه بشويش كده نتكلم مع بعض ننظم حور. الموضوع ده اه لازم آه. آه. ننظم الحكايه دي معلش ممكن احنا نقعد دلوقتي ساعه انا هسيب لك ساعه تقعد دلوقتي وتلعب زي ما انت عايز بعد كده تقوم نتفرج على التلفزيون نتفرج على الكرتون زي ما كانت زمان بتتنظم انا هقعد قدام اخلص الهوم وورك بتاعك وهقعدك قدام الكرتون ساعه لا هتتفرج على المسلسل وهتنام كان زمان منظمه انا وانا كنت صغير كنت باخد التلفزيون ده دبل تايم هتتفرج على المسلسل كانت القناه الاولى والثانيه بس هتتفرج على التلفزيون هتتفرج على المسلسل وهتنام هتتفرج على الكرتون وهتنام مفيش او هتتفرج على حاجه وخلاص هنقفل التلفزيون فالموضوع ده لازم يبقى برضه منظم, منظم, من الاباء والامهات لازم ننظم لازم ننظم. دكتور مي الوقت عدى زي الهوا طبعا ما لحقناش ما الحقناش. في حاجات كتير الواحد كان عايز يتكلم فيها أكيد والله لينا حلقات تانية وخصوصا ده. ان اثر السوشيال ميديا على طفل التوحد لان في اطفال بيجي لها انعزال وتوحد آه. وده حقيقي على فكره أه في حاجه اسمها توحد ظاهري فعلا في أه دراسات اكتشفت أه انه أه في توحد ظاهري بيحصل للاطفال اللي بيدمنوا السوشيال ميديا يعني واحد من كل ثمان اطفال ما بيقضوا من ثلاثه الى اربع ساعات على السوشيال آه حضرتك ميديا يا فندم انا في جيستات عندي بس دي في الاخر احب اضيفها في جيست كاستمرز عندي بيبقى أه المفروض ان هو جاي يعمل سيشن مساج هو جاي ريلاكسيشن بلاقيه ماسك طول السيشن تخيل او السبيشاليست اللي آه بتشتغل اللي بيشتغله آه ماسك الواتساب آه وهو آه بيعمل سيشن وهو بيعمل سيشن ميوزك بس دكتور ماي الوقت عدى أه فعلا اقل من ثواني شرفتينا الله يخليك ولينا لقاءات تانية شرفت يا فندم الله يخليك بنشكر دفتنا الجميله دكتوره ماي رشاد على المعلومات الجميلة اللي احنا استفدنا بسي. بيها وأكيد لنا لقاءات تانية إن شاء الله ضروري ضروري فاصل وراجعين استنونا ما تروحوش في أي حتة راجعين يا شادي و آه راجعين رجعين. 60 دقيقة حياة صباحكم سعادة